السلام عليكم. انا غادي نبدا بواحد الكلمه جميله، واحد الكلمه جميله قالها الاخ اللي امامكم. شوفاني عبد الاله. نعم الاله شوفاني. مرحبا. قال لك سيدي هذا الرجل من المتيمين بالطيور، في حب الطيور، ولا في حب الطيور. اذا نترك الاخ يتكلم عن هذا الهيام في هذا المجال. السلام عليكم. كيشرفني انني نتقاسم معكم هذه معلومات على هذه الهوايه كتسمى هوايه نبيله، ماشي بحال الملاكمه. كتقول الملاكمه نبيله، كتبقاو يعطيو الملاكمات هذا وكيمشي في الانعاش وربما تفاق قبل الحياه. هذه هوايه نبيله، يعني هوايه تسوية الطيور على جميع الاصناف ديالها، ولا سيما يعني تنظر على شخصي انا نفسي الطيور اللي هي طيور مغرده. يعني في البداية كانت يعني تربية عشوائية لهاد الطيور، يعني بدينا بالحصون وبدينا بالبنسو بالعصفور بالسينيغال، يعني الطيور اللي هي يعني مغردة، وكانت في الفوق يعني كانت كتبوليونا. من بعد تخصصت في تربية طائر الكناري صوباش كما تقولوا، يعني طائر بلدي. واحد المده دوزتها فيه يعني يعني مرحله اوليه، اللي غادي من بعد غادي نتخصص في طائر الكناري المالينوا وتسلاكا، يعني الطائر البلجيكي الاصل. هذه الهوايه ديال الطائر البلجيكي انا كنت كنخوف منها، لان كنت كنسمع على انها الطائر هذيك تطلب واحد العنايه خاصه، واحد الجهد خاص، وواحد يعني معادله خاصه. بعض الاخوان شجعوني على انني يعني نربي هذا الصنف، فعلا الحمد لله رب العالمين يعني بديت هذا الصنف هذا، بديت ولكن بديت بواحد تلقائية بدون علم بما يتعلق بها الطائر من تغارير ومن أدوية ومن أصناف ومن بعد الحمد لله يعني في 2005 بديت هذا الطائر المالينوا ك يعني في الفاج ديالي، ودخلت انضميت لواحد الجمعيه اللي هي الجمعيه الحديثه للثقافه التربيه الطيور، اللي هذه الجمعيه اللي منضويه تحت عصمه الطبيبه صلاح خلق لعلم الطيور، ومنضويه تحت لواء الجامعه المغربيه لعلم الطيور. هاد يعني انضمام لهاد القيام الجمعوي اللي هو يعني جمعيه وجامعه وعصمه، يعني يعطاني واحد يعني معلومات كافيه بانني نتقرب من الطائر في جميع المجالات، يعني من ناحيه كما قلت الادويه ولا صغارين ولا لا. اللي كيميز هذا الوكبه ديال هذا الطائر ديال المالينوا، انني في 2017 يعني مشيت مثلت المغرب في المسابقة العالمية اللي كتنظمها الكونفدرالية العالمية لعلم الطيور. احنا واحد الوفد المجموع ديال الجامعة المغربية لعلم الطيور وجامعات اخرين. يعني فين مثلتيها؟ نعم فين مثلتيها؟ مثلتها في الميريا في اسبانيا، يعني في الكونفدرالية العالمية للطيور نظمت المسابقة، كنظن المسابقة الدورة 65، وكانت يعني مشاركة طيبة، لأن يعني بعض المغاربة يعني توجوا في بعض الأصناف ديال الطيور الزينة والمالينوا. ولكن اللي بقات لاصقة في الذهن ديالي هو داك الحبل الختامي اللي يعني قدموا الوفد المغربي كوفد يعني في المنصة وعلى نغمات النشيد الوطني المغربي. يعني كانت ساعات يعني عمرها ما كنتش في الحياة ديالي في المسار الجمعوي ديالي. من بعد دابا كنشاركو في المسابقات المحلية على مستوى يعني المغرب، مسابقات وطنية يعني جهوية على مستوى العصب، وبعد الجامعة كتنظم واحد المسابقة أو البطولة الوطنية جميع الأصناف، يعني في الحسون في المالينوا في الفلاوطة في طيور أخرى ديال الزينة. نعم الكناري حتى هي الكناري بطبيعة الحال الكناري بالدرجة الأولى. ودابا التواجد ديالنا حاليا في هاد الفضاء اللي هو النادي العلمي لجمعية أبي القراق، هاد الفضاء اللي كيحتضن حاليا
واحد المسابقه اللي كتنظمها جمعيه قائمه الثقافه ومحافظه على البيئه لنضوي تحت اللواء العصبه الطويله سلا القنيطره لعين الطيور والجامعه المغربيه لعين الطيور. المشاركه ديالنا في هذه المسابقه اللي كيشرف عليها حكام دوليين، كاين حكم دولي وطني مغربي حكم وطني مغربي وسين زين الدين هريرة، وكاين حكم فرنسي توا او ام جي، وكاين حكم دولي ديال صنف ديال طيور الزينه والالوان. وهاد المجريات ديال هاد المسابقه راه كدوز فواحد الجو مزيان، وهذا يعني هذا كيدخل في اطار يعني الأنشطة اللي كتقوم بها الجمعيات المغربية المنظمة التنمية والجامعة المغربية لعلم الطيور اللي اشترت واحد البرنامج اللي هو برنامج يعني غزير بهاد الأنشطة. وأنا كنقرب يعني المستمعين الكرام والمشاهدين الإخوان الفيسبوكيين كنقراوهم هذه الهوايه اللي هي هوايه جميله، وحب الطائر هو واحد عنده واحد الايجابيات يعني من بينها اننا الطائر هذا كيخليك ديما جالس في الدار، يعني كتكون المعاينه والمراقبه ديالو وتحبب لك الجلوس في الدار، يعني ماشي يعني كنا قبل يعني سامحنا الله وسامح الجميع كنا كنهضروا الوقت يعني خارج البيت اللي يعني الطائر هذا يعني كاين واحد الميزه عاوتاني اللي سببناها الطائر فيها، وهي اننا كنتلاقى مع واحد الاخوان ديالنا اصدقاء على الصعيد الوطني يعني وكنتعرفوا بهم ونحيوا مرحبا معهم. واكثر من هذا لانه كان سبب اننا تعرفنا على واحد المجموعه ديال المولوعين دوليين عالميين وعلى حكام عالميين، لهذا انا كنرحب يعني باي اخ انا يربي هذا الصنف من الطيور، وهذه الهوايه كتدخل تحت الاطار الجمعوي، لهذا العمل الجمعوي بحد ذاته هو يعني مكسب لجميع الشباب، جميع الشباب وجميع الجهات الصعيده، لان كاين خاطر في هذا العمل الجمعوي يعني كيكسبوا واحد الثقه واحد هذا. وكنتمنى على ان الشباب المغربي وكنوجه نداء للشباب المغربي انه يخاف في العمل الجمعوي جميع القطاعات جميع الاختصاصات، لا رياضه ولا تربيه الطيور ولا تخييم ولا اي عمل جمعوي، فهو راه تيهدب الاخلاق وتيربي النفس وتيعود الانسان على واحد السلوك اللي هو قويم وكينمي فيه الروح العمل الجمعوي. وتحيه من اخيكم السي عبد الكريم الجوهاني، وتحيه للجميع. شكرا شكرا وعلى نغمات العمل الجمعوي اللي هو قاطره ديال التنميه ديال البلاد، لان الان كان دائما كان في جميع الملتقيات كنشوفوا الاخوان اللي في مركز القرار يحثون الشعب المغربي، وحتى الاخوان اللي يعني الشعب المغربي والشباب وكل الفئات ديال العمريه ديال المواطنين انهم ينخرطوا في العمل الجمعوي. يعني شكرا على سعه الصدر ديالكم وفرصه ونبداو على نغمات واحد نعم نعم نبداو على شي نغمات ديال تغاريد ديال الطيور. اييه واخا الاخ بالمناسبه بغى يهدي لكم واحد اهداء ديال اصوات ديال الطيور نغمات الطبيعه الشخصيه الله يعطيك الصحه. واخا هذا اهداء من الاخ ديالنا الى الاخوه المشاهدين، هو الان كيقوم بالبحث نشوفوا هلا Thank you.
هاد المقاطع ديال هاد طائر الكرائي المايلو، يعني كاين 12 ديال المقطع مسجلين فيه بطاقة ديال التحكيم. تمام. وكل مقطع عنده واحد المعامل ديال النقط، وكيأدي على حسب كيسحق النقط على حسب الجودة ديال المقطع. كاين المقاطع اللي هي يعني مهمة، مقاطع مائية بحال الكلوك والبول والرول، هذه مقاطع مائية ومقاطع جيدة، وكيتميز بها طائر الكناري لأنه كيسموا طائر مائي، يعني كناري مالينوا وكوسلاغر يعني مائي. شكرا. شكرا للاخ، وكنا بالمناسبه كنعرضوا عليك باش تاخذ معنا ان شاء الله وجبه الغداء، حمل علينا. شكرا. وتبارك الله عليك، واحد الساندويتش المهم متواضع. وتحيه جميعا للاخوان ان شاء الله، الله يبارك فيك. شكرا. شكرا للاخ بزاف. شكرا.